بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة بإذن الله هنقل لحضراتكم مباراة كرة السلة رجال النادي الأهلي ونادي الجزيرة في الدور القبل النهائي أو الجولة القبل الأخيرة في الدور الترتيبي دوري السوبر لكرة السلة موسم 2022-2023. المباراة ستقام بإذن الله على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الساعة 8:30 بإذن الله، يعني بعد حوالي 30 دقيقة من الآن. قبل ما أروح لضيوفه ونتناول المباراة تحليليا وفنيا، بحب أبارك لفريق كرة اليد سيدات اللي أنهى المباراة منذ لحظات، مباراة الأهلي والزمالك، واللي كانت بتقام على نفس الصالة بنتيجة 33-21 في سكور الحقيقة كبير. في الشوط الأول انتهى 17-11. ألف مبروك للفريق، مباراة مهمة في جولة مهمة أكيد هتساعد في المشوار. طبعا المدير الفني كابتن محمد عادل زولة يعني عليه عبء كبير السنة دي، خاصة أن مطالب إن شاء الله الفريق وهم ده هدفهم وده اللي بيشتغلوا عليه بعودة الكأس والدوري مرة أخرى لمكانهم المفضل. ألف مليون مبروك لفريق السيدات، إن شاء الله كل التوفيق. الحقيقة السنة دي موسم بكل المقاييس، موسم جيد للألعاب الأخرى كلها في النادي الأهلي، ونعمل لحضراتكم إحصائيات وأرقام. حتى الآن الحمد لله الفرق كلها سواء رجال أو سيدات تسير بخطى ثابتة نحو الألقاب، منهم من حصد ألقاب ومنهم من يسير بخطى ثابتة لحصد الألقاب. أحب أروح أرحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو النهارده، الكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي في النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك كابتن هيثم، إن شاء الله يكون يوم ظريف بإذن الله، وخاصة معنا أشرف الكردي يعني زميل ملاعب. حبيبي يا كابتن. أرحب بنجم النجوم، طبعا في مفاجأة الحقيقة نورنا النهارده وشرفنا، كان كابتن اشرف الكردي وهو احد نجوم الجيل الذهبي، لعب كاس عالم سنه 94، نجم نادي الجزيره ومنتخب مصر السابق، ومن احد اللعيبه اللي عمل طفره في اسلوب اللعب. يعني هو كان من الجردات الطويله اللي هو يعني من وقت كابتن اشرف الكردي وكان معاه كابتن فتحي عبد العزيز ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين عملوا طفره وغيروا كتير في كره السله. برحب بكابتن اشرف الكردي. اهلا بيك كابتن اشرف. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بجمهور نادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وشرف ليا ان انا موجود معاكم ومع الكابتن سلعاوي، يعني بره بقى النجوميه بتاعه الكابتن سلعاوي والنادي الاهلي، وده اخويا ويعني اتعلمت منه اصلا، يعني فجيل بيسلم جيل حقيقة كابتن. وحضرتك اصلا يعني نجم كبير، وانا بقى اتعلمت من حضرتك في الملعب وزمالتك. انا بقول احنا الثلاثه يعني واخدينها كده يعني. منورنا يا كابتن اشرف. اعزائي المشاهدين خلينا نروح لصاله المقاولين العرب. احب اوضح لحضراتكم فريق الكره الطائره رجال هيلعب النهارده مباراه في دور الثمانيه، طار سيدات انا اسف، في دور الثمانيه الاهلي هوليوبلس في صاله المقاولين العرب. لازم كنا نبقى هناك طبعا، كاميرا استوديو الابطال كانت موجوده ومراسلتنا مريم سميح في ارض الملعب عشان تلاقينا الاجواء واستعدادات فريق السيدات بقيادة الكابتن حمدي الصافي. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحقيق كابتن محمد السلعوي وكابتن اشرف الكردي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص يعني يمكن بدات في هذه اللحظه تحديدا مباراه طبعا النادي الاهلي ونادي هليوبلس في دور الثمانيه لكاس مصر لسيدات الطايره. طبعا يعني يمكن المباراه كان المفروض ان هي محدد لها في تمام الساعه 7 مساء، ولكن طبعا يمكن المباريات اللي سبقت هذه المباراه واللي كانت بتلعب يعني على داخل صاله طبعا المهندس حسين عثمان بنادي المقاولين العرب، يمكن تاخير هذه المباريات هي اللي اخرت طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي هليوبلس. خليني اقول لك على نتيجه المباريات اللي فاتت او اللي يعني يمكن كانت بتسبق هذه المباراه. يمكن نادي الصيد ونادي سموحه، الحقيقه ان المباراه انتهت لصالح نادي الصيد بنتيجه 3-1. ايضا بعد هذه المباراه يمكن كانت مباراه نادي الزمالك وسبورتنج، الحقيقه ان هي انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك بنتيجه 3 اشواط مقابل لا شيء. كانت نتيجه الاشواط يمكن 25-23، 25-15، وايضا 25-20. بكده طبعا زي ما احنا عارفين في دور قبل النهائي او في نصف النهائي طبعا بكده هيقابل نادي الصيد نادي الزمالك، وهنشوف يعني من الفائز ان شاء الله من مباراه حاليا او المباراه اللي بتلعب حاليا ما بين النادي الاهلي وما بين نادي هليوبلس، وان شاء الله ليكون طبعا الحظ الاكبر فيها للنادي الاهلي. ان شاء الله هتلاقي
اللاعب الفائز من المباراه المقبله واللي كان محدد ليها طبعا في تمام الساعه 9 مساء، ولكن اكيد كده هيتم تاخيرها برده تباعا بعد يعني بدء مباراه النادي الاهلي وهليوبلس حالا. فيعني النادي الاهلي هيلاقي اكيد الفائز من مباراه الشمس ووادي دجله. خلينا اقول لك يعني سريعا يا كابتن هيثم على الاجواء هنا بنادي المقاولين العرب وتحديدا داخل صاله المهندس حسين عثمان. يمكن النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي ونادي هليوبلس حضروا مبكرا طبعا يعني قبل الموعد المحدد للمباراه بحوالي ساعه ونصف، والحقيقه ان عمليات الاحماء بدأت في نهاية الشوط أو مع بداية الشوط الثالث أو الأخير لمباراة نادي الزمالك ونادي سبورتنج. خليني أقول لك بقى يعني يمكن مع الحديث مع الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لطبعا فتيات الذهب، يمكن الحقيقة أنه هو عنده ثلاث غيابات فقط لا غير. دعاء الغبيش الحقيقة متواجدة في مهمة مع اللجنة الأولمبية أو يعني المنتخب الأولمبي، وأيضا دعاء محمد غيبة في إصابة، وسلمى يوسف أيضا في إصابة. دي الثلاث أسماء اللي مش هيكونوا موجودين او يعني دول ما كانوش موجودين في القايمه المباراه اللي بتلعب حاليا. خليني اقول لك سريعا القايمه الكامله كمان ليمكن نادي هليوبلس ونادي الاهلي، القايمتين كامله. القايمه طبعا الخاصه بالنادي الاهلي آية الشامي طبعا، ديانا رايس، نهلة سامح، شروق فؤاد، زينة العالمي، سارة أمين، مي فؤاد، ومريم ثروت، وطبعا آية خالد، وأخيرا علياء عبد الغفار أو علياء هاني. طبعا القائمة الخاصة بنادي هليوبلس طبعا ملك تامر، ندى جمال، صوفيا متولي، عليا محمد، جانا محمود، سلمى محمد، وفرح سامي، ونور إيهاب محمد، وسلمى خالد، وأخيرا روان إبراهيم. يعني يمكن دي القائمة الكاملة بالنادي الأهلي والقائمة الكاملة أيضا بنادي هليوبلس. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وإن هو طبعا يعني يكون مؤهل إن شاء الله، وإن هو يكون موجود في نصف نهائي طبعا كأس مصر، وأيضا يعني نشوفه في النهائي إن شاء الله ورافع الكأس بعد حصوله على هذه البطولة. بشكرك جدا كابتن هيثم، الكلمة ليك مرة أخرى. مريم سميح طبعا من ارض الملعب صاله المقاولين العرب، بشكرك شكرا جزيلا. يعني نقلت لنا الاجواء، النتيجه دلوقتي 7-2 شايف الخلفيه، 7-3 دلوقتي شايف الخلفيه ورا مريم، وفرقتنا يعني ماشيه بشكل جيد ان شاء الله الفوز. ومريم يعني اكدت لنا على غياب ثلاث لاعبات، دعاء الغباشي ودعاء محمد وسلمى يوسف، الحقيقه ثلاث غيابات النهارده عن الفريق. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفريق الكره الطائره سيدات، وهنكون زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا على قد ما بنقدر بنحاول نحط حضراتكم في كل المباريات وكل الاحداث. يمكن في يعني مطالب لينا كنا نذيع مباراه طبعا الاهلي والزمالك لكره اليد سيدات، ولكن يعني للاسف الاتحاد او اتحاد الكره الطائره كره اليد بيرفض ان احنا نذيع المباريات. طبعا ده يعني كنا نتمنى نذيع، وطبعا ده اكيد نشر للعبه خاصه المباريات اللي تبقى على صالتنا صاله الامير عبد الله الفيصل. يعني ما بنقصرش على قد ما بنقدر، بنكون مع نجومنا وابطالنا في كل مكان. كابتن سلعاوي مباراه النهارده مباراه الجزيره مباراه مهمه، ياتي نادي الجزيره في المركز الرابع اكيد بيطمح انه ياخد يعني خطوه للامام مع نادي الزمالك. شايف مباراه النهارده اهميتها للفريقين ازاي يا كابتن سلعاوي؟ انا شايف ان هي مباراه بين الاول والرابع، مباراه مش هتكون يعني ليست سهله، لان الفريق الجزيره مطعم بناشئين، زائد ان برضه اللي لديهم مدرب مجتهد، مدرب كويس كيرداني، الجهاز كله تقريبا جيل واحد. لكن انا عايز اقول ان الجزيره من الفرق اللي كان ليها باع في كره السله منذ فتره، لكن هي بعيده عن منصات التتويج بقى لها اكتر من سنتين. السبب يا كابتن شايف السبب ايه بتاعت الجزيره؟ اعتقد الاقتصار على الاعضاء العاملين، ولا عشان مثلا يعني ممكن الازمه الماليه اللي فيها النادي مش قادر يدعم الفريق. واعتقد برضو قوي ان هناك ازمه ماليه، مش قادر يجيب لعيبه على مستويات عاليه او اجانب على او اجنبي على مستوى عالي. فهي ده ادى الى انها بعيده عن منصه التتويج بقى لها اكتر من موسمين. عايز اقول برضو نفس الحال في الجزيره ونفس الحال في سبورتنج للاسف. بالرغم ان يعني كابتن احمد حسن رئيس نادي لكن سبورتنج، اعتقد ان سبورتنج المرحله الجايه داخل على مرحله تطوير، هيجيب اجانب، هيدعم الفريق تدعيم كويس جدا، وده كلام انا عن ثقه يعني مصادرك مؤكده. مصادري مؤكده في الموضوع ده ان سبورتنج ممكن الموسم الجاي يرجع نفس ان شاء الله.
اتمنى كده. سبورتنج والجزيره الحقيقه لما بيكونوا في قوتهم بيدوا يعني حلاوه للدوري طبعا، لان الدوري دلوقتي مقتصر على اتحاد وزمالك، لا الزمالك الاتحاد والاهلي. الزمالك بعيد بقى سنتين. الزمالك بعيد برضه بقى له سنتين عن منصات تتويج، ونفس الكلام بالنسبه للجزيره. اعتقد ان لو رجع الزمالك ورجع الجزيره الدوري هيبقى ليه مذاق خالص مع سبورتنج، مع الانديه اللي هي ليها باع من زمان في في كره السله. الجزيره عايز يحسن مركزه اعتقد، عايز يبقى يعني ايه بيلعب المباراه دي لتحسين المركز. الاهلي طبعا يهمه جدا ان هي تكون بروفه قويه جدا قبل مباراه الاتحاد يوم الاثنين القادم ان شاء الله في اسكندريه، فعايز يعني ينفذ ما هو مطلوب منه، وان هو يرجع من اسكندريه كاول زي ما هو هيروح اسكندريه اول. اكيد يا كابتن، اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن اشرف، يعني شايف المباراه النهارده اهميتها لكلا الفريقين ازاي؟ بص كابتن هيثم، هو الاهلي طبعا الاول بلا منافس، الاهميه طبعا يعني مفيش حد بيلعب وخاصه في الفرق الكبار الاربعه مش هدفه يكسب، بس النهارده زي ما كابتن سلعاوي بيقول الجزيره عنده حاجتين، يا يعني يخطف ماتش من الاهلي يا هدفه هيبقى من مباراه الجيش عشان يحافظ على يخش البلاي اوف الرابع. الرابع عشان يبعد ان هو ما يصطدمش بحد جامد. يعني يبقى الى حد ما طبعا ملعبه والماتشات اللي جايه ومنافسه يحافظ على الجيمين الجايين بتوع الجيش مهمين جدا طبعا، لكن هو النهارده ما فيش حد من الفرق السبع هيخش يقول انا هخسر، ولا النادي الاهلي نفسه يقدر يخش يقول مع اي فرقه من الثمانيه دول انا داخل الجيم مضمون خالص. باسكت وكلنا لعيبه باسكت وعارفين ان في اي لحظه ممكن الجيم يقلب، وده طبيعي جدا في ماتش الباسكت. صحيح. فالاهلي طبعا امكانياته المشواره في السيزون دوت بيقول ان هو في فارق، بس انا اتكلمت مع كابتن كرداني وصقر وبتاع، يقول لا يعني احنا طبعا هدفنا، لان احنا النهارده عايز يحافظ على لعيبته عشان الجيم الجاي اهم، فهيلعب الجيم بشكل يخليه في الجيم. ما هو الجزيره برضه بيلعب الاهلي، فمش هينفع يبقى الجيم انا مش نازل من فوق بالظبط او انسايد جيم، مش 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 ده اسم الجزيره ولا المدرب ولا اللعيبه، فهيلعب بشكل يخليه في الجيم ووارد كل شيء، كل يعني شيء بالتوفيق طبعا، لانه اتفرج على جيم كويس وعلى مباراه قويه، خاصه لسه الكاس برضه، يعني الجزيره حتى لو مش هيقدر ينافس في الدوري الكاس، انت عارف حضرتك مباراه الكاس ممكن يعني سهله تخطف وجري، سهله تخطف ماتش يعني بطوله، فمفيش يعني حد بينزل بالظبط في اي جيم من الجيمات دي انا بس عايز اطلع مش كوره، مش عايز اطلع مش هتعادل، مفيش مش هتعادل في الباسكت، بس هطلع بجود جيم. نعم. ده اللي كابتن كرداني عايزه. نعم. كابتن اشرف، خلينا نروح لارض الملعب، وكنا دلوقتي من شويه في صاله المقاولين العرب، خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل ومراسلتنا سلا حامد عشان تنقل لنا اجواء المباراه الاهلي والجزيره. اتفضل يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، طبعا الكابتن محمد السلعاوي نجم النادي الاهلي، والكابتن اشرف الكردي نجم نادي الجزيره، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا منتظره داخل لصاله امير عبد الله الفيصل داخل لمقر النادي، وطبعا عشان انقل لكم يعني كل الاجواء والكواليس وكمان استعدادات الفرقتين قبل مباراه اليوم الاهلي والجزيره في الجوله اللي قبل الاخيره من الدور الثاني او دور الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. طبعا زي حضرتك شايف كابتن هيثم ورايا الاجواء، يمكن بالفعل بدا يعني فريق النادي الاهلي وايضا فريق الجزيره عمليات الاحماء على ارضيه ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل داخل لمقر النادي، ويمكن بداوا يعني كمان من بدري شويه، يمكن يعني دايما بيبداوا عمليات الاحماء قبل المباراه بنصف ساعه، لكن لا يمكن بداوا بدري عن كده شويه عمليات الاحماء سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الجزيره. كمان خليني قبل ما انقل لحضراتكم يعني استعدادات الفرقتين انقل لحضراتكم يعني القائمه او السكور شيت يعني الخاص بكل فرقه. يمكن طبعا البدايه مع النادي الاهلي وتحت قياده الكابتن مستر اوجاستي بوج المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن البدايه مع عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، عمر عزب، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، والمحترف الامريكي والمحترف عفوا من بورتريكو والتر هودج، احمد اسماعيل، محمد ابو النصر، عمر طارق، وعلي وحيد لاعب النادي الاهلي من الفريق طبعا تحت 20 سنه طبعا متصعد يعني مع فريق النادي الاهلي يعني من المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك، وكمان متواجد النهارده في السكور مع فريق النادي الاهلي سعد مستر جاسي بوش ان هو يكون متواجد كمان النهارده مع الفريق في مباراه اليوم امام نادي الجزيره. كمان بالنسبه لفريق نادي الجزيره
تحت قيادة الكابتن محمد الكرداني، البداية مع عمر خيري، عبد الرحمن الجندي، أحمد سامي، عاصم الجندي، أحمد المضوي، أحمد عبد اللطيف، سيف الصناديلي، مصطفى عاصم، محمد عبد الرحمن، أيمن شوكت، عمر شكري، والمحترف الأمريكي جباري واين. يمكن ده كان كل اللعيبة إن شاء الله اللي هتشارك النهاردة مع فريق الجزيرة يا كابتن هيثم في مباراة اليوم. كمان خليني يعني أن لحضرتك استعدادات النادي الأهلي لمباراة اليوم. يمكن كالعادة النادي الأهلي زي ما بيستعد لكل مباراة، الأول الفريق امبارح اتمرن على صالة أمير عبد الله الفيصل، وكمان كان في محاضرة امبارح فنية ما بين مستر أجاستي وجميع اللاعبين طبعا بيتكلم فيها يعني عن المباراة اليوم ونقط الضعف والقوة اللي عند نادي الجزيرة، وطبعا عشان يركزوا عليها خلال المباراة عشان يضمنوا الفوز ونتيجة أفضل في مباراة اليوم. كمان النهاردة الفريق يعني جه على موعد المباراة وبدأوا عمليات الإحماء، يعني كانت الأجواء كلها طبيعية كالعادة قبل أي مباراة. يعني إن شاء الله من بعد المباراة اليوم الفريق هياخد راحة وبعد كده هيواصل التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمباراة يعني تحدي السكندري، واللي إن شاء الله هتكون يعني يوم الاثنين المقبل على صالة نادي الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية، وإن شاء الله الفريق هيسافر لها يوم الأحد بعد ما يتمرن الأول هنا على صالة أمير عبد الله الفيصل، بعد كده هيتجه لمدينة الإسكندرية لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة في مدينة الإسكندرية. كمان يعني بالنسبة لنادي الجزيرة امبارح برضو اتمرنوا بشكل طبيعي، والنهاردة الصبح كان عندهم محاضرة فنية مع الكابتن محمد الكرداني طبعا بيتكلم فيها أيضا يعني عن مباراة النادي الأهلي وأهميتها طبعا في ترتيب الفرق. طبعا زي ما احنا عارفين المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هي مرحلة ترتيب الفرق، وبعد كده إن شاء الله يعني اللي هيكون في المركز الأول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع وهكذا لحد طبعا يعني ما هيتم تحديد يعني مين هيلاعب مين إن شاء الله. يعني نادي الأهلي طبعا في المركز الأول برصيد 24 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، فده إن شاء الله هيتحدد يعني بعد انتهاء جميع الجولات في الدور الثاني، واللي إن شاء الله يعني هيكون آخر جولة بالنسبة لفريق النادي الأهلي هيكون مع نادي الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل. كمان خليني يعني أقول لحضرتك يا كابتن هيثم سريعا إيه الغيابات المتواجدة وموجودة في صفوف فريق النادي الأهلي فريق نادي الجزيره. يمكن الغيابات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي يعني البدايه مع ايهاب امين، واللي مازال يعني مصاب حتى الان بكدمه في الرجل او في القدم. كمان يعني احمد مهيب مصاب حتى الان بمزق في الاماميه، وعبد الله ناصر الشهير طبعا ببيده مصاب بجزع في الرباط، وان شاء الله يعني هياخد مثلا يعني 10 ايام او اسبوع عشان يرجع تاني يتمرن مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه ويكون كمان متواجد في جميع المباريات. لكن بالنسبه لايهاب امين واحمد مهيب ان شاء الله يعني حاليا هم في فتره البرنامج التاهيلي والعلاجي، وبنسبه كبيره ان شاء الله هيكونوا متواجدين في مباراه الاتحاد السكندري، ولكن ده هيتم يعني تحديده بالنسبه لموقف اللاعبين ان هم يشاركوا في المباراه. ده هيكون قبل المباراه على طول بيوم او بيومين هيتم تحديد يعني ان شاء الله هيكونوا متواجدين وهيشاركوا في المباراه ولا لا. كمان محمد طارق خيري هيكون يعني بره السكور النهارده بالنسبه لفريق نادي الجزيره. رميح سامح هو النهارده هيكون غايب عن المباراه بسبب شد في الظهر، وطارق ممدوح بسبب سبرين انكل، وكمان حسن ياسر وحسين شوكت هيغيبوا عن مباراه اليوم. ده بالنسبه لصفوف فريق نادي الجزيره. خليني اقول لك كمان يا كابتن هيثم يعني انه المباراه او الصاله النهارده يعني خاليه من وجود يعني اي فرد من الجمهور، يمكن بس المباراة النهاردة بتقتصر على وجود وحضور بس يعني أعضاء مجلس إدارة سواء من نادي الأهلي أو من نادي الجزيرة. حتى الآن بالنسبة للنادي الأهلي يعني متواجد في الصالة عضو مجلس إدارة الأستاذ محمد الضماطي، وأيضا العمري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، وخالد العودي طبعا كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. حتى الآن هم متواجدين، ولسه يعني مع مرور الوقت ومع أكتر موعد المباراة أو بدء المباراة إن شاء الله هيكون في متواجد عدد أكبر من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم. دي طبعا يا كابتن هيثم يعني كانت كل الأجواء والاستعدادات بالنسبة للفرقتين سواء فريق نادي الأهلي أو فريق نادي الجزيرة في مباراة اليوم. طبعا الجولة اللي قبل الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة رجال. أكيد أنا مع حضرتك كابتن هيثم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو وكلمة ليك طبعا. تفضل سالة حامد، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة، ما سبتناش أي حاجة ممكن نسألها، غطيت لنا كل الجوانب اللي محتاجين نعرفها قبل انطلاق اللقاء. بشكرك شكرا جزيلا من صالة الأمير عبد الله الفيصل. أرجع لضيوفي كابتن أشرف، محتاجين نستعرض مع السادة المشاهدين ترتيب الدوري العام حتى الآن قبل انطلاق الجولة قبل الأخيرة. تفضل كابتن أشرف. طيب كابتن هيثم، هو الترتيب لغاية المباراة النهاردة هو طبعا الأهلي الأول 24 بونت بلا هزيمة، ودي حاجة طبعا يعني ما بتحصلش كتير في المواسم. إن لغاية النهاردة 12 فوز. الاتحاد المركز الثاني فرق بونت ما بين الأهلي، هزيمة واحدة طبعا من النادي الأهلي. الزمالك 20 المركز الثالث 20 نقطة، وراء الجزيرة الرابع 18 نقطة، سموحة المركز السادس 15،
المصريه للاتصالات المركز السابع 14، والمركز الاخير الثامن يعني مصر للتامين 13، كله لعب ل 12 مباراة. ده قبل الجوله اللي هي 13 و14 القادمين النهارده ويوم الاثنين. النهارده يوم الاثنين. وحب اوضح كمان بس خلونا الجدول السابع والثامن اللي في الجدول هنا اللي هم تقريبا مصر للاتصالات ومصر للتامين هيلعبوا مع التاسع والعاشر من تحت وقناة. سبورتنج وهليوبلس ولا مين؟ السبورتنج اوكي خلاص التاسع قناه او هليوبلس اللي هياخد المركز العاشر، هيلعبوا مع بعض برضو مباريتين عشان يحددوا مين اللي هيطلع يكمل وتعمل. وده برضو حاجه كويسه الحقيقه، بيدي فرصه للفرق اللي بتلعب تحت ان هي ممكن تكون ظلمت او كان عندها باد لك في بدايه الدوري، فحبينا نوضح لحضراتكم. كابتن سلعاوي يعني محتاجين برضو نستعد مع الساده المشاهدين سريعا قائمه الجهاز الفني لرجال سله الاهلي، اتفضل كابتن. كوم الاسباني جوست بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط دكتور وليد الخراط اداري، محمد الشيحي مخطط احمال، هيثم الضبع دكتور هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق الدكتور محمد جاد، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات، محمود فهمي تصوير المباراه وتقطيعها. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن اشرف الكردي محتاجين ناس تعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لسله نادي الجزيره، اتفضل كابتن اشرف. طبعا الجهاز الفني لنادي الجزيره طبعا الكابتن محمد الكرداني هو يعني المدير الفني طبعا للنادي من اول الموسم، الكابتن احمد صقر المدرب العام، كابتن عبد العال درويش المدرب، اشرف سعيد المدير الاداري، محمد عصام خالد احصائي ومحلل الفريق، الدكتور محمد طاهر طبيب الفريق، الدكتور محمد علي مخطط احمال، ونبيل شحاته للمهمات. تعرف يا كابتن اشرف الغريب ان كابتن محمد الكرداني المدير الفني واحمد صقر كابتن احمد صقر المدرب العام لعبوا للنادي الاهلي سنتين موسمين 2007 2008 و2008 2009 هما الكرداني واحمد صقر هما اتحركوا مع بعض. ايوه نفس الموسم اتحركوا مع بعض يعني هو مش من الجزيره يعني النهارده الجزيره بيلعب الاهلي، كابتن محمد الكرداني وصقر مشوا من الجزيره والنهارده هذه الرياضه يعني هذه الرياضه النهارده الموضوع اتفتح غالبا من 2004 يعني وبقت القصه مفتوحه، فطبيعي ان اتحرك حتى الموسم ده التحركات بتاعه اللعيبه خلاص الانتماء بقى للاحتراف. فالكرداني وصقر وعبد العال الثلاثه جيل واحد جيل واحد صح كابتن عبد العال برضو الثلاثه مدربين نادي الجزيره جيل واحد. وعايز اقول لحضرتك ان بعد ما تركوا النادي الاهلي رجع صقر رجع الجزيره تاني والكرداني راح سبورتنج لو تفتكر حضرتك كمل الكرداني رجع على سبورتنج وقعد لعب فتره يعني لان هم نفس جيلي فالحقيقه انا متذكر راح هو ووائل بدري راح وائل بدري صحيح انا بس معلش يا كابتن بعد اذن حضرتك احنا مش عايزين برضو في أسطورة من أساطير الباسكت في مصر في الجهاز ده كابتن عصام خالد طبعا يا خبر يعني ده يعني كابتني كابتن مصر وأسطورة من أساطير الباسكت في مصر. نعم كابتن عصام خالد. طيب أنا شايف إن لحظات خلاص وتنطلق المباراة. طيب خلينا نروح خلاص لحظات وتنطلق المباراة، خلينا نروح لصالة الأمير عبد الله الفيصل ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزب لنقل احداث المباراه الاهلي والجزيره في الدور قبل او الجوله القبل الاخيره في الدور الترتيبي في دوري السوبر 2022 2023 فالى هناك.